بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله انطلاقتنا تتواصل مشاهدينا الكرام، وهكذا تعلن انطلاقة أول أشواط اللقاء المهجنات الأصائل. شوط المحليات انتهى وحضرت نوايد سيف بن جعفر بن مرخان، أهدت الفوز والانتصار لأهالي زعبيل 6:22 ثانية. شكرا يا سعود يا بن علي الحبسي المتابع أيضا لنوايد اللي انتزعت المركز الأول. أما شوط المهجنات تصدرت القيادة منذ البداية، هذه ألوان لسيف بن جعفر بن مرخان، تصدرت قيادة الشوط، انطلقت إلى المركز الأول، تليها في المركز الثاني. المركز الثاني أيضا مشاعل، وتعود ملكية مشاعل لمتعب بن حمد بن متعب العامري، موقعها المركز الثاني. إذا وصلنا المركز الثالث نجد عنيدة راشد بن حمد الراشدي، راشد بن حمد الراشدي في المركز الثالث، وفي المركز الرابع الحمد بن ناصر النعيمي، حمد بن ناصر النعيمي مضاح موقعها المركز الرابع، وفي المركز الخامس سمحة أحمد بن سالم بن هدفة العامري، وصلت وخذت المركز الخامس. إذا وصلنا المركز السادس نجد في المركز السادس شقرة، وتعود ملكية شقرة مشاهدينا الكرام، حاملة رقم 11 باسم معيوف بن حمد بن متعب العامري، والشعار غير ذلك. عموما على كل حال هكذا الندى، هكذا المسار للمراكز، المراكز الست الاولى المسموح لها بالنداء، خلف الست اسماء لم يحين موعد دخولها، لكن يعطيكم الجابري طالب وحمد لغطه للاسماء المتواجده في هذا الشوط، الاسماء بالحقيقه قريبه من بعضها البعض. المهجنات الاصائل شوط لا يقل اهتمام، شوط لا يقل اهتماما عن الشوط اللي انتهى منذ لحظات، وهذه الوان، هذه الوان قايد المسيره سيف بن جعفر بن مرخان. يا سلام يا سلام، تظهر العمالقة، تظهر الكبار في يوم الافتتاح، في يوم افتتاح الديوان تظهر الأسماء المميزة اللي صالت وقالت في عالم سباقات الهجن. هو بن مرخان اسم لامع وتاريخ مشرف يسيطر إلى مقدمة الشوط، ولكن بن هدفة من الجانب الآخر. يا سلام يا سمحة، يا سلام يا سمحة اللي تسمحة تمورها من الجانب الآخر حق أحمد بن سالم بن هدفة عامري. وصل عاشق سلالة المختبر حمد بن ناصر النعيمي ياتي بمضاح، مضاح موقعها المركز الثالث، وفي المركز الرابع شقرة معيوف بن حمد بن متعب العامري، دخول من مشاعل متعب بن حمد بن متعب العامري، وبجوار مشاعل مواري 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 لمتعب بن حمد بن متعب العامري، تأتي في المركز السادس. يا سلام يا سلام، الست الأسماء المراكز الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط، أو مسلم بن حمد بن متعب من يقدم مواري في المركز الرابع، في المركز السادس. هكذا الندى للست المراكز الأولى، خلف الست أسماء لميحين موعد دخولها، ولكن بنعود إلى مقدمة الشوط. وعادت ألوان، عادت ألوان، سيطرت ألوان كما كانت منذ البداية، تراجعت قليلا ولكن تعود مرة ثانية وتسيطر على المركز الأول. سيف بن جعفر بن مرخان بهذه النجمتين البيض اللي مسيطرة إلى مقدمة الشوط. ألوان يا ألوان، ألوان يا ألوان، 1500 تفصلنا عن خط النهاية. سيف بن جعفر بن مرخان يسيطر للمرة الثانية على التوالي بشوط المهجنات كما فاز في المحليات وقدم لنا نوايد في اللحظات الأخيرة. هذه ألوان منذ بن وديمة أعلن الانطلاقة، تصدرت القيادة، تزعمت الأمور، وحتى هذه اللحظات متحملة بالمسؤولية، لكن رأيت الخطورة مرفوعة، رأيت الخطورة مرفوعة من سمحة مع بن هدفة ومتعب بن حمد بن متعب ومسلم بن حمد بن متعب
متعب الجماعة رافعين راية الخطورة. وصل بن شيرة، وصل بن شيرة، وصلت وزن العين بن محمد بن شير العامري. أما حمد بن ناصر النعيمي يأتي بمضاح في المركز السادس. ونعود وياكم إلى مقدمة شوط، نعود وياكم إلى المقدمة. هذه الوان، هذه الوان، والكيلو المتر الأخير ينتظر المنافسة ما بين المشاركين. بوابة الناموس تفتتح الوان 3 كيلومترات، ما شاء الله تبارك الرحمن، وهي ترقص طرب إلى المقدمة. سيف بن جعفر بن مرخان، سيف بن جعفر بن مرخان، سعود بن علي الحبسي المتابع. الوارية، 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 يا خوفي من الوارية اللي رفع راية الخطورة. مسلم بن حمد بن متعب العامري نافس بالشوط الأول، وهو يعيد الكرة للمرة الثانية كي ينتزع المركز الأول ويرضي جماهيره كما أرضاهم بيوم الأمس. يا سلام، وصل سفير الساد، قال لكم يا إخواني العمالقة اليوم حاضرين. وصل سفير الساد، وصلت حربة، وصلت حربة. سالب بسهيل بالشرقي العامري، لكن ألوان انطلقت، ألوان زادت من السرعة، ألوان سيطرت، ألوان زادت، تغيرت السرعة، تغير المرباع بدون أي أوامر. ما شاء الله، سيف بن جعفر بن مرخان، أهالي زعبيل ينتظرون، لكن بدت الأوامر، بدأ سفير الساد بالهجوم. يا هالهجمة، يا هالهجمة، لكن تابع، تابع ممثل الساد، يا هجوم. الوارية، 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 يا سلام، الوارية، الوارية، ولا حربة، حربة الوارية، حربة الوارية. اللهم صلي وسلم على النبي. يا سلام يا المهجنات، الله 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 الله، ما فاعل يا سفير الساد، ما فاعل يا سفير الساد. سالم بسهيل بالشرقي العامري ينتزع المركز الأول بحربة. يا سلام يا الوارية، والله ما قصرتي. لمسلم بن حمد بن متعب ألوان في المركز الثالث مع سيف بن جعفر بن مرخان، وفي المركز الرابع مع بن شيرة، الخامس مع متعب بن حمد بن متعب. السادة وين؟ وين السادة؟ الحمد بن ناصر النعيمي. نشوف التوقيت، التوقيت 6 دقائق و24 ثانية بنهاية مميزة. حربة تنتزع المركز الأول. سالم بسهيل بالشرقي العامري نهنيه، وأيضا نهني حمد بن سالم بسهيل بالشرقي على هذا الفوز، على فوز حربة بالمركز الأول. 6 دقائق 24 ثانية لمسافة 4 كيلومترات بنهاية مميزة. الوارية الله يقول كلمة الحق، ما قصرت، قدمت أداء وعطاء وكل ما فيه الكفاية. لمسلم بن حمد بن متعب العامري اللي أتت في المركز الثاني.